خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي، قال الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% بنهاية العام المالي مقارنة بحوالي 2.1% خلال 2012-2013، العام المالي الأول هو 2018-2019 بنهاية العام المالي الحالي، يعني مقارنة ب 2012-2013 ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ل 42,000 جنيه في العام المالي 2018-2019 مقارنة بحوالي 22,000 جنيه في العام المالي 2012-2013، وقال في انه نفس الوقت التضخم استمر في التراجع، وسجل معدل التضخم على اساس سنوي في نهايه اكتوبر 2019 تقريبا 2.4% مقارنه ب 17.5% في اكتوبر 2017. مدبولي قال كمان انه ولاول مره من 15 سنه مصر تنجح في انها تحقق فائض اولي خلال العام المالي 2018-2019 بنسبه 2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل عجز أولي سجل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013. دي المؤشرات اللي احنا بنتكلم عنها هي اللي موجودة دلوقتي في تصريحات السيد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وخاصة بي يعني عملية التضخم وصلت لفين، المؤشرات اللي بنتكلم عنها من وقت للتاني يعني اين هي من الترتيب ايضا الدولي، ودي كانت التصريحات الاخيره بشان المؤشرات الاقتصاديه اللي قلنا ان احنا هنتابعها مع حضراتكم دايما كل ما يكون فيها جديد. وطبعا دي كانت تصريحات في منتدى الاعمال المصري الامريكي لتوضيح الموقف الاقتصادي في مصر، خاصه بعد اجراءات اقتصاديه مهمة أخذت في الفترة الأخيرة وتم تطبيقها في الشارع المصري، وبالتالي كانت التصريحات دي مهم أنها تكون على مرأى ومسمع العالم في هذا المنتدى.